بتعرفوا أنا بفهم بهذا الشغل. ما شاء الله كل شيء نظيف ولذيذ وتازة صح وكتير طيب. عمي أسامة هالأراني نظيفة كتير، بس أنا ما دقت لأمي طيبة مثل اللي بتعملها أنت، ما في مقارنة. العفو خجلني والله. أنت بتعرف بهالقصص؟ حضرتك شلون بلشت بهالمهنة عمو؟ والله يا ابني أنا قضيت عمري كله بالبواخر، 30 سنة وأكثر مو كلمة بتتم يعني، ما تركت مكان إلا رحت زرته وشفته. تعرفوا معية شغلي تعرفت على نيرمين، هي كمان كانت بإجازة بأوروبا وأنا كبير طباخين الباخرة، وأنا أول ما شفتها أول ما شفتها كل شي انتهى، حبيتها فوق ما تتخيلوا وتركت شغلي بالباخرة ومسكت إيديها الحلوين وبلشنا حياتنا أنا وهي من أول وجديد، ولحد اليوم منضل ماسكين إيدين بعض ومنحب بعض كمان. ايه مزبوط اللي عم بيحكي، من يوم لليوم ايد بايد وعين بعين وكتف بكتف. يا جماعة انا بقلكن انه الحب شي حلو كتير صح؟ حبيبي ما شاء الله حلو كتير. انا والمرحوم كمان كنا مبسوطين مع بعض، الله يرحم روحه. الله يرحمه ويحسن ايدي. سلمي نيفين خانم، ما سألتك قديش إله متوفي زوجك؟ مراد ايه ابوك خمسة. الله يرحمه. طيب وما فكرت يعني انه تتزوجي مرة تانية؟ لا بنوب مو معقول، ما فكرت ابدا، بس كان بدي ولادي يعيشوا حب وحالات حلوة كتير، هادي اللي طلبته من ربي. ان شاء الله. امين امين. ايه شو هالامين الحلوة اللي طلعت من تمك عثمان؟ في وحدة بحياتك ليكون؟ لا ما في هيك شيء. عثمان قال آمين بطريقة طلعت من القلب، فقلت لحالي أكيد في وحدة بحياته. لا خالي ما في. ليش ابني وين الغلط؟ أنت شاب بتطير العقل وموهوب وناجح كمان، يعني شاب مثلك كيف يضله عازب؟ معقول الحكي يا جماعة؟ كله نصيب. نيفين بنت هاجر ما غيرها، امسيان طويلة ما بتمشي معه، كنا مفكرين فيها لمراد بس. فاتن حبيبتي نحنا بوقتها ما كنا منعرف أسيل، ما هيك؟ اهدي ما فيك تخربيها بيناتنا. ما بتصير ألماس حفيدة ناريمان؟ رح يجوا على العرس كمان. شو؟ تمام هديك بيمشي حالها. عفوا خالي نيفين، أنا ما بدي أتجوز على الطريقة القديمة. إيه؟ ليش يا روحي؟ كله اسمه ونصيب، انت شوفها وتعرف عليها ابني مو غلط. مزبوط بس انا مو حابب هالطريقه. انت شوفها حلوه وطويله البنت كثير حلوه. ليكي شو حفيده بتول كمان بتمشي معه؟ بتمشي والله وحكيك يا ابني. روح يا روب اسمع مني. لك شو انا جايبه معي على الفاضي؟ على الفاضي جايبه؟ لكن القصه طلعت براسي. لولا وجودي كنت منتهي. صح كانوا خطبوني هلا كمان، خلص سكري هالموضوع. بنت هاجر او بنته لخالك؟ بيبي ليكي بتدوقي هاي معمولة بحرفية. لا شكرا. انتي معصبة مني تقريبا؟ لا ابدا، شو يلي خطر لك؟ مشاعرك باردة تجاهي وبعدين بكرتي مبارح بالنوم من التعب غالبا، نمت عادي. اذا هيك معلش بس ما يكون من العصبية. انتو كمان كتير لابقين لبعضكم. شكرا لك. بس شكلكم مو متزوجين لانه الخواتم بغير اصابع. ايه انا بحس براحة لما الخاتم بلبسه بهالطريقة، بس التقاليد ما بتعني لي. بس بلكي غصون بتحب. غصون ما بتوقف عند هيك اشياء تافهة، عقليتها متحضرة كتير. انتو هالرجال رجال اليوم، ما في بعدكم بالحجج. قال ما في لزوم، قال ماله مرتاح، كل هاي حجج مو معقول بلا محبس. ليش لحتى تكون حجة؟ لا ابدا نهائيا، انا ما بحب البس المحبس، واذا بدي البس خاتم بحطه بالسبابة. وانا كمان بشاركك الرأي، انا يعني بستعمل كتير هالاصبع، مثلا انا بفتح فيه علب الصودا، بفتح فيه اناني الليمون وبرجع بفتح الصودا، مقضيها هيك يعني بالشغل. انا لانه بشتغل بارمان وهي طبيعة شغلي، بحب اسمع روك اند رول اكتر. في بوباتي كمان. انت شو عم تقول؟ انسى. برأيي إشارة معناها كبير، يعني يلبسوا نفس موديل المحبس، يساعدوا بعضهم سوا على الحلوة والمرة، شغلات حلوة. عندك حق بهالخصوص عثمان، أكيد معه حق. إيه عندك حق. إيه إمتى العرس؟ استغفر الله. وبعدين نحن أكلنا كتير. أكلنا وانتفخنا والله العظيم. شو رأيكم هلا هيك نطلع كلنا سوا ونعملنا هيك فتلة؟ شو رأيكم؟ إيه حتى كمان برأيي ننزل على البحر، ليش لا؟ لأنه الأجواء حمية زيادة وصار فيه دبق. شرفوا لكان.
يلا معناتها. ايه ونحن على القهوة. خلصنا مرت عمي شبك. ليش عم تتدخلي فيهم يا حبايبي؟ بتتضايقوا مني. طيب بعد المغامرة اللي صارت معكم امبارح، يا ترى أنا ممكن غامر وأركب معكم؟ الموضوع مانو بهالسهولة. لؤي أفندي، أنا فهمت تخوفك، بس أنا عم أقول إنه نطلع شوي باليخت ونريح أعصابنا، ولحتى تطمن أنا أخذت بعض الاحتياطات مشان ما نوع بنفس القصة مرة تانية. شو هالاحتياطات؟ هذا المفتاح مثلاً أنا ركبت له فواشة لحتى ما يختص بالمي ويغرق، فهمتوا علي؟ ها، ما بيغرق يعني؟ حياتي أنت مع هيك لا تحملي أبداً، هاتي من إيدك، رجعي لي يا تحسباً. شو عملت كمان؟ تليفوني. برافو. هون، وعندي شاحن موبايل، وهذا كمان هون، وأكيد في شغلات ضايفتيها حضرتك وجايبتيها بالشنطة. وأنا كمان ما أجيت فاضية. طبعاً عندي مي. حلو. معقمات. ونقريش. حلو، بس أكيد سادة. وقداحة كمان، لأنه ممكن تلزم. منطقي. والأهم هو السكين. هاي ضايفتيها جديد على المجموعة. بلكي طلعت لنا عنزة قوية مثل فتونة. هالبنت فتحة، مثل ما لكم شايفين، تحضيراتنا كاملة تمام؟ لهيك يا جماعة ما في داعي للخوف. أي شيء ممكن يخطر على بالكم صار معنا، كل شيء ممكن يصير صار، لدرجة إنه نحن قطعنا حدود البلاوي والمصايب كلها، لهيك لا تاكلوا هم، ما هيك أسيل؟ أنا معه بهالحكي، لا تعذبوا حالكم وتفكروا بشيء، لأنه كل شيء صار معنا أنا ومراد. أسيل؟ عمار